مرحبا، اليوم رح نحكي على هذا الخيط. هذا الخيط اسمه السوبر سوبر شانكي يارن. هالخيط بيجي قماش وداخله في فايبر او اللي بنسميه الديكرون، واحيانا بيجي كمان خيط صوف كتير سميك. بتعرفي انه فيكي انتي تعملي هذا الخيط بشقفة قماش، منجيب منقص منه اسطوانات ومنخيطها ومنحشيها بالديكرون او الفايبر. ممكن تحشيها بايدك مثل ما بنحشي المنبار، او ممكن نحشيها باستخدام المسطرة، او ممكن كمان انه نحنا نجيب عصاية وندخل الديكرون ببعضه وبعدين بتخيطي الاطراف. بينشغل طبعا على الايد، يعني انتي حتكوني السنارة تبع هذا الخيط. هذا الخيط اللي عم تشتغله هون المخلوقة بيجي صوف حقيقي، تمام. هون هدول اللي عاملين فيهم الكوكن، هدول كلياتهم بيجوا خيط محشي بفايبر، تمام. هون رح اورجيكم كيف فيكي تعملي منه بداية السلاسل، ممكن تعملي منه موديلات كتير كتير، وممكن كمان انك انتي تزيني فيها وتعملي ديكورات، سجادات، مخدات، بطانيات، يلي بدك اياه. رح احط لكم صندوق الوصف روابط لشراء هذا الخيط. باي باي.